الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا الخطاب الإلهي الذي يخاطب الله به عباده بكل حنان وبكل محبة، حيث أنه يخاطبهم من خلال انتسابهم إليه، لنكون عبادة، جماعة، أولياء، أتباع. يا عبادي الذين آمنوا بي وبأني الله الواحد الذي لا شريك له، لا معبود غيره، لا إله غيره، لا مطاع غيره. إذا كنتم قد آمنتم وعشتم معنى العبودية لله من خلال وعيكم لموقع الربوبية في الله، إذا كنتم ممن عرف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فقد خلقت الأرض لكم لتكون لكم مهداً تسكنون فيه وترتاحون فيه، ولتكون لكم ساحة للحركة، فقد جعلت لكم فيها سبلاً. وعندما كان البحر يحول بين منطقة في البر ومنطقة أخرى، فقد ألهمتكم صنع السفن وأخضعت لكم كل قوانين الرياح وكل قوانين الماء، حتى استطعتم أن تتنقلوا بين أرض وأخرى. ليست هناك أرض أولى بكم من أرض، قد تألفون أرضاً أكثر من أرض، ولكن الأرض مجرد ساحة للعيش والحركة. فإذا ضاقت بك أرض فإن هناك أرضاً تتسع لك، وإذا انطلقت القوة المستعلية المستكبرة لتفرض عليك الكفر والانحراف في مواقع سلطتها فهاجر، فلعلك تجد في الأرض التي تهاجر فيها مراغماً كثيرة وسعة. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة انطلقوا فيها، واعرفوا أن مالك الأرض هو الله وحده. مهما رأيتم من الناس الذين يملكون القوة في أرض ويملكون السيطرة في أرض، فإنهم لا يملكون الأرض، ولذلك تقذفهم الأرض من خلال عمق ترابها إلى سطحها، ثم تأخذهم الأرض إلى داخلها، فقد كانوا من التراب وإلى التراب يعودون. وحده الذي خلق الأرض رب الأرض، وحده الذي ملأ الأرض، والذي دبر الأرض وأدار الأرض وملأها بكل الطيبات وبكل النعم وبكل الفرص
التي ترتاح الإنسان وحده مالك الأرض. إن أرضي واسعة، لا تقل هذه أرض فلان وأرض فلان. النسبة قد تكون من ناحية قانونية وقد تكون من ناحية سلطوية، ولكن الملك الحقيقي والمالك الحقيقي هو الله وحده، هو مالك الأرض والسماء، لأنه خلق الأرض والسماء. تنقلوا في أنحاء الأرض، اطلبوا رزقكم فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إن أرضي واسعة، إذا ضاق الرزق عليكم هنا ففي الأرض الأخرى رزق، وإذا ضاقت عليكم الحرية هنا ففي الأرض الأخرى الحرية، وهكذا. وقد استوحى علي عليه السلام ذلك فقال: ليس بلد أولى بك من بلد. يعني أنت لبناني، مش معناه أن اللبنانية دخلت صارت جزء من عقلك ومن قلبك ومن إحسانك. أنت لبناني لأنك ولدت في لبنان، وأنت لبناني لأنك شربت من مائه وتحركت في أرضه وأكلت من ثمراته، ربما كنت جزءاً من ترابه، ولكن إنسانيتك تمتد. لبنان الأرض، الصخر، الشجر، البحر، ليس أنت. أنت قد تكون جزءاً من بعض ترابه، ولكنك إنسان تتحرك بحريتك. لذلك أنت لبناني وأنت عربي وأنت إنساني، أنت لست شيئاً محصوراً، لا تحبس نفسك في وطن. ربما تكون مسؤولاً عن أرضك عندما تكون حرية أرضك مرتبطة بك، لأن حرية الإنسان في الأرض مرتبطة بالإنسان، ولكن الأرض ليس صنماً تعبده. لا تحول وطنك إلى وثن تعبده، لا تحول وطنك إلى صنم تتعبد له لتفضله على ربك وعلى دينك وعلى رسالتك وعلى إنسانيتك كما يفعل الكثيرون من الناس. ليس كذلك. ليس بلد أولى بك من بلد. الأرض دورها أن تحملك، خير البلاد ما حملك. أنت إنسان مفصول عن الأرض، قد تكون علاقة بينك وبين أرضك عندما تكون إنسانيتك مرتبطة بأرضك، ولكن عندما تريد أرضك أن تسقط إنسانيتك. ومن يهاجر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كان المستكبرون يفرضون علينا سلطتهم وكفرهم وضلالهم وفسقهم وفجورهم وعبوديتهم، كنا مستضعفين فانحرفنا وكفرنا وعصينا ربنا. قالوا هذا ليس عذرا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلماذا بقيتم على الضعف وأنتم تستطيعون أن تكونوا أقوياء في أرض أخرى؟ فقد فتح الله لكم باب الأرض بكل سعتها، فالله لم يضيق عليكم أرضا ولم يفرض عليكم البقاء في أرض. فأولئك الذين انحرفوا بفعل تعبدهم للأرض وبفعل استغراقهم في الأرض وبفعل إخلادهم إلى الأرض، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم. ثم الله يقول: ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
إنسان ما نتعبد للأرض، أرض ساحة الحركة والحياة وليست عمق الذات. الله يعبر عن بعض الناس الذين انحرفوا بأنه أخلد إلى الأرض، واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، رفعنا عقله مستواه آفاقه، ولكنه أخلد إلى الأرض، التصق بالأرض، استغرق فيها، في شهواتها، في لذاتها، في ماديتها، ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يرتفع إلى العلو وإلى السماء، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساء مثلا الذين كذبوا بآياتنا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. عندما تتنقلون في الأرض وتجدون أن هذا يملك ملكا عظيما وذاك يملك سلطة كبيرة، لا تعبدوا هؤلاء الذين أعطاهم الله فرصة أن يملكوا ولكنه لم يرضى عنهم وأعطاهم فرصة أن لا تعبدوهم من دون الله، ولكن عندما ترون قوتهم فاعرفوا أن قوتهم نعمة من الله وليست ذاتية. ولذلك فإن الله الذي أعطاهم القوة يأخذ منهم القوة، والذي أعطاهم العز يأخذ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، الخير لكل إنسان، إنك على كل شيء قدير. هكذا لله القوة جميعا، لله العزة جميعا، فإياي فاعبدوا. لأنكم إذا عبدتموني وجعلتم حياتكم في خطي أوامري ونواهي وتعاليمي وانفتحتم على طاعتي وعشتم عبوديتكم في إخلاصكم لي، فستمتد بكم الحياة وتمتد عمرا طويلا أو قصيرا، ثم تكون النهاية كل نفس ذائقة الموت. لن تخلدوا في الدنيا حتى لو وصلتم إلى 100 سنة، لن تخلدوا في الدنيا. ثم رددناه إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كل نفس ذائقة الموت، وإذا متنا هل نموت؟ لن نموت، الموت قنطرة إلى حياة أخرى، الموت جسر العبور، الدنيا مزرعة الآخرة. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، جئتم من عندنا وستعودون إلينا. لذلك فكر دائما، فكر دائما وأنت في حركتك في الحياة أنك سترجع إلى الله، وأنك لن تستطيع أن تهرب من الله. أين تهرب؟ إلى الفضاء وهو ربه، إلى أعماق الأرض وهو ربها، أين تذهب؟ هارب منك إليك. ما تقول هيك تهرب تروح، هذا ولوين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق. آخرها هكذا. وإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. شو النتيجة إذا رجعنا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات
دائما تنبهوا، الإيمان وحده ما بيكفي، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، أما إنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إيمان وعمل صالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم نسكنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لاحظ أن الجنة هي أجر العامل، فإذا جئت بدون عمل فأي أجر تتطلب وأنت لم تعمل؟ عمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادحين، ما في عندنا احنا الان اللي ما بيشتغل، من لا يعمل لا ياكل، مثل ما بالدنيا بالاخره. تقعد ببيتك اللهم ارزقني، الله يقول لك انا امرتك بالطلب، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، امشوا في مناكبها، مش تقعد تنبل ببيتك، تقعد خلاص انك بدك الله يرزق يبعث لك الرزق، لا، الله يريد لك تسعى. لذلك عمل، من لا يعمل لا يأكل هنا، ومن لا يعمل لا يأكل هناك، إلا إذا الله يرحمه برحمته بدون استحقاق، يعني هذا شيء. أما من حيث طبيعة القانون هكذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا لاحظوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين عملوا عن إيمان، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك الكلام الذي يقوله بعض الناس والله الإيمان بالقلب، لا، إيمان بالقلب وباللسان وبالجسد أيضا كذلك، لكل شيء إيمانه، لعقلك إيمانه في الفكر، ولقلبك إيمانه في العاطفة، ولجسدك إيمانه في العمل. الذين صبروا، من هم هؤلاء؟ ما هي صفة المؤمنين العاملين؟ ما هي صفتهم؟ الذين صبروا، لأنه لا عمل إلا بصبر، طاعة تحتاج إلى صبر، طاعة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مشقة، سواء كانت طاعة الصلاة والصوم أو الحج أو الجهاد أو العمل في سبيل العيال أو العلم، طاعة أيضا في طلب العلم وما إلى ذلك، كلها من الجهد. ممكن واحد الآن يقدر يصير يتعلم مليح بدون ما يصبر على القراءة أو على الدراسة، يمكن واحد يصير يقدر يقوم مسؤوليته تجاه عياله بدون ما يصبر على العمل، وهكذا أيضا يقدر واحد يحج براحة بدون ما يقطع المسافات ويتحمل هالجهود، حتى الصلاة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، أيضا صبر عن المعصية. نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء، نفسك تشتهي المال الحرام وتشتهي الأكل الحرام والشرب الحرام والشهوة الحرام والأرض الحرام والعلاقة الحرام والموقف الحرام والتأييد الحرام والربط، النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. لهذا لابد أن تصبر نفسك عن المعصية، تحرمها مما تشتهيه مما حرمه الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج. أيضا الصبر على البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبروا وتحملوا مسؤولياتهم وخططوا لحياتهم وخططوا لمسؤولياتهم وتوكلوا على الله، ولم يتوكلوا على عبد من عباد الله، ولم يوقفهم الخوف من الناس، وإنما انطلقوا خططوا وعملوا وحيئوا الأسباب وتوكلوا على الله.
وعلى ربهم يتوكلون. ثم الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان، بعض الناس يقول لك أنا شو بدي أعمل بالإسلام وبالدين، بدي أعيش. ما في بعض الناس يقول لك شو الدين بطعمي، طعميك الإسلام يطعميك الصلاة والصوم تطعميك وتسقيك. ما في بعض الناس يقولوا لكم هيك، خذ حريتك، فرفش مع الناس وانطلق، استعبد لفلان، امشي مع هالزعيم ومع ذاك الزعيم ومع هالظالم ومع ذاك الظالم. ما في بعض الناس يقول لك هيك؟ الله بيقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها. كل كثير من هالمخلوقات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها بالكون ما تقدر تحمل رزقها، يعني مثلا هو يثقلها الرزق. انت تقدر تحمل رزقك على ايديك؟ ما بتقدر تحمل لك كيلو كيلو، وين تتعب الان؟ ما تقدر. ايضا كثير من الحيوانات ما تستطيع ان تحمل رزقها في كثير من الحالات. اذا كيف ترزق؟ لا تحمل هام. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هو اللي تكفل يبعث الرزق للحشرة هاي النملة السوداء في أعماق الأرض. مين يبعث لها الرزق؟ هذه الأسماك اللي موجودة بأعماق البحار، مين يبعث الرزق؟ هذه الحشرات الموجودة بالفضاء، مين يبعث لها الرزق؟ هذه الحشرات الموجودة في أعماق أعماق الأرض، مين يبعث لها الرزق؟ أنت أو أنا؟ أبداً. الله منظم لها تماماً. هذا مثل ما الإمام علي سلام الله عليه، واحد قال له أنه متعجب أنه بكرة الله يجمع كل الناس، مليارات ما شاء الله من أول الناس وكذا، وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف الله يقدر يحاسب الناس على كثرتهم؟ قال كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ والإمام علي جوابه تحت باطه ومن قلب الحقيقة. ما حدا أبدا ما جرب أحد يسأل الإمام علي سلام الله عليه مسألة وقال له أفكر، ما فكر. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب، إنها هنا لعلما جما لو وجدت له حمل، سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أعرف مني بطرق. شخصية مثل علي بن أبي طالب، بس شعب كثير من الشخصيات العظيمة اللي تحمل فكر وتحمل عقل وتحمل خبرة، ولكن الناس يعني لا يتحركون إلا من أجل أن يحاربوها ومن أجل أن يسقطوها ومن أجل أن يضعوا الحواجز أمامها. وهذا شيء معروف، يعني كل مجتمع متخلف وكل مجتمع جاهل يحاول أن يسقط الشخصيات اللي تملك علم وخبرة وعبقرية وفكر وما إلى ذلك. فالإمام سلام الله عليه قالهم، ها سألوا كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم، كيف المليارات؟ قال أراد يعطي فكرة عملية ما يدخل بالاستدلالات الفلسفية. قال كما يرزقهم على كثرتهم. إذن الآن كيف الناس، كيف المخلوقات، مش بس الناس، هالمخلوقات اللي بأعماق البحار وأعماق الأرض وبالفضاء واللي بالسماوات، الله يعلم شو في ملائكة والجن والإنس على تنوع أمكنتهم وأوضاعهم وكذا، كيف عم يرزقهم؟ نظام يومي أبداً شوفه ماشي هذا. كيف الذي قدر على أن يرزقهم مع كثرتهم يعرف كيف يحاسبهم؟ أنت بناءك بس عندك كمبيوتر أو عندك شوية هذا بناءك، هذه هي المسألة، وإلى طاقة معينة. الله سبحانه وتعالى كلي القدرة. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا جماعة لا تحملوا هم الرزق بأكثر من اللازم. أنت دورك بالحياة، الله سبحانه وتعالى خلق لك حاجات وأعطاك وسائل
لحركة الحاجات، وهيأ لك ظروف معينة وقال لك اسعى يا عبدك اسعى معك، امشي انت ولا تحمل هم، اعمل اللي عليك وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا، الله يقول لنا فإذا عزمت فتوكل على الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بعدين انت ما مسؤول، انت مش كل شيء بإيدك، انت بإيدك تحرك ايديك، تحرك رجليك، تحرك عقلك، تحرك عينيك، تحرك اذنيك، تروح مثلا تحكي هون كذا توصل. اما انه تصير نتيجه على المرء ان يسعى بمقدار جهده وليس عليه ان يكون موفقا. الله هو يهيئ، يعني انت مش دائما تعتبر انه القضيه قضيه شطارتك دائما، لا، مهما كنت شاطر شاطر بالاشياء اللي تحت ايديك، أما الأشياء اللي مش تحت ذيك شو شطارتك أنت؟ مثل ذاك قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، على شطارتي أنا شو؟ الله يقول لهم أنه قد أهلك من كان كذا أكثر قوة وآثارا في الأرض، مين أنت؟ شو هذا؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، كيف عم تعيش هذه؟ مش قادرة تحمل رزقها، مين عم يرزقها؟ الله يرزقها وإياكم. الله سبحانه وتعالى وهو السميع الذي يسمع كل ما تسألونه وتهمسون به وكل ما تتألمون منه وتشكون منه، العليم بحاجاتكم وظروفكم. كل لكن مشكلة بعض الناس أن الإيمان بعمق قلبه لكن ينسى. فاجئوا بسؤال أنت، هالناس اللي بيجي يقول لك مثل ما في بعض يقول لك الله بالسماء وفلان بالأرض، ما في يقولوا هيك؟ بعض الناس هيك بيقول، بيقول ما إلي إلا الله وأنت. الله وأنت شو أنا؟ شو يعني أنت؟ غباء هذا، ما إلي إلا الله وأنت، ما عندي إلا الله وفلان. لا، الله فلان وسيلة الله يسخرها لك. لكن بعض الناس يغفل عن إيمانه، بيحكي بفعل العادة، يحكي بفعل الأوضاع اللي حواليه. ولئن سألتهم، هؤلاء الناس اللي ينكروا الله وينسوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، رئيس أمريكا يو رئيس فرنسا يو رئيس بريطانيا يو هالناس الزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، هولي اللي بتزقفوا لهم وتحوربوا لهم وتمشوا وراهم وتخضعوا إلهم وتقولوا لهم حبكم بحبك أكثر مثل ما تحب الله، أو هولي هني، هولي كانت السماوات والأرض ولم يكونوا وكانوا وذهبوا وبقيت السماوات والأرض، كانت الشمس والقمر قبل أن يكونوا وبقيت وذهبوا ويذهبون وتبقى الشمس، مين؟ ولئن سألتهم من خلق، فاجأتهم بالسؤال، صدمتهم بالسؤال، في حال غفلتهم هزيتهم بالسؤال، هزيت أعماقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، تنطلق الكلمة من كل أعماقهم، لأن الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإيمان عميق. بعض الناس يقول لك شو الدليل على وجود الله؟ ويقول لك ما بؤمن بالله، وهو في عند حل لما تصدمه الصدمة ويجي بهالحالة ما تشوفه إلا عم يقول الله، هيك قلبه بينجذب لله سبحانه وتعالى، لأن الفطرة الإيمان بالله ليس عملية عقلية يفكر بها الإنسان، ليست عملية تعليمية دراسية يدرسها الإنسان، إن إحساس الإنسان بوجوده يفرض عليه إحساسه بالله. ما في وجودك لأن ما له استقلال، وجودك وجود ينطلق من وجود، لأنك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لازم يكون في خالق. بس ذيك الأعرابية التي
انطلقت من فطرة واحد متفلسف هيك يفكر بأنه الله شو الدليل، بدنا نقرأ فلسفة حتى نثبت وجود الله، وبدنا شو الدليل وكذا. قالوا لها شو؟ قالت بهذا كيف تستدلين انت عم تقولي تؤمني بالله؟ منين؟ لا درستي ولا دخلتي جامعة ولا قرأتي كتب فلسفة. قالت لا ما يحتاج هذا، هذا المغزل بيدي، بهذا المغزل إن حركته تحرك وإن سكنته سكن. هذا المغزل أنا، إذا أنا ما حركته بيبقى، أنا تحركته بتحرك الدنيا. إذا ما في واحد يحركها وما في واحد يسكنها كيف تتحرك؟ هذا المغزل شو قيمته بالنسبة للدنيا؟ وذاك الأعرابي هاي منين إجت؟ من الفطرة، من عمق إنسانيتها. لأن قضية يعيشها كيف تحس أنت بالألم، كيف تحس باللذة، الإحساس بالله من هالقبيل، حالة تنطلق من خلال عمق إنسانيتك. ذاك الإنسان الذي جاءه الأعرابي قالوا كيف تستدل على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، لأنه عايش بالسادة دائما يركب جمال وكذا، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات ارتتاج لا تدل على اللطيف الخبير. معقولة؟ يعني ما بيحتاج واحد، ما يحتاج كثير من الفكر الإنسان بعفويته. ولذا الله جعل يعني الإيحاء أسلوب الاستدلال على الله فطري. لاحظوا هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، يعني أنى يصرفون عن الحق إلى الضلال. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني الله نظم الدنيا، واحد يوسع عليه واحد يضيق عليه على حسب التوازنات وعلى حسب مصالح الناس. إن الله بكل شيء عليم، يعرف موازين الأشياء. الله سبحانه وتعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني الله سبحانه وتعالى كل شيء جعل له مقدار معين وميزان معين. ولكن مشكلة الناس أنهم ينظرون إلى القضايا من جانب واحد، والله ينظرها من جميع الجوانب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، لا هذه إكرام ولا إهانة، ولكنه تنظيم الحياة وتقدير الحياة. الله سبحانه وتعالى قدر الحياة وجعلها نظام معين. غاية الأمر أنتم تنظرون للقضايا من جانب واحد والله ينظرها من جانب واحد، كل واحد ينظر القضايا من جانبه. هلأ مثل سامعين ذيك القصة، هذا الشخص الذي زوج بنته، عنده بنتين، زوج وحدة لفلاح وزوج وحدة لفاخوري يصنع فخار. بعد ما زوجهم واستقروا اجى مرت الفلاح، كيفك يا بابا؟ كيف صحتي؟ كيف وضعك؟ والله الحمد لله زرعنا الزرع، بركت الله ينزل دعينا الله ينزل لنا المطر حتى ينمو هذا الزرع ان شاء الله. راح المرت الفاخوري، كيف صحتك انت؟ كيف اوضاعك؟ قالت والله الحمد لله صنعنا فخار كثير والموسم مقبل، بس ادعينا الله تشرق الشمس ويمنع عنا المطر حتى ينشف هذا الفخار اللي عندنا، وحتى هذا تغير انه اذا فرضنا دعا الله ينزل المطر معناها هذه تخرب مسألة الفاخوري مرت الفاخوري، وإذا دعا الله يحبس المطر هذا فتركها لله، لأن الله هو الأعرف بالمصلحة والله هو رب العالمين ورب الناس جميعا. في المقام هذا في كثير من الحالات أنت تشتهي شيء وذاك يشتهي شيء والآخر يشتهي شيء، إذا الله سبحانه وتعالى يريد يرتب القضية على حسب أهواكم تخرب الدنيا تخرب الأرض. ولكن الله الحكيم الخبير هو الذي يعرف مصالح الناس أكثر مما يعرفونها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولئن سألتهم، سؤال ثاني، من نزل به، يعني بمناسبة قصة الرزق، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، منين إجا هالماء؟ من الذي صنعه؟ من الذي هيأ له قوانينه؟
من الذي أنزله بمقادير معينة وبفصول معينة؟ ما هي قوانين نزول المطر؟ من هو الذي وراء ذلك؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل تعليقاً على الاعتراف النابع من الأعماق، قل الحمد لله، الحمد له فيما أنعم، والحمد لله فيما خلق، والحمد له في مواقع عظمته، والحمد له في مواقع نعمته. والقل إذا عرفت ذلك أن الله هو الذي سخر الشمس والقمر، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، إذا واجهت هذه الحقيقة قل من كل أعماقك احمد ربك. وكلمة الحمد تختزن التعظيم وتختزن الشكر. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. مشكلة أن الأكثرية تعيش الجهل وتعيش الغفلة وتعيش النسيان. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المهم لا تحافظ فقط على درجة نظرك، بدك تكون 24 على 24. كما تحافظ على درجة نظرك حاول أن تحافظ على درجة عقلك، هذا البصر العقلي، البصر الروحي، البصر الشعوري، لأن هذا هو الأساس. أن يكون لك عينان، أن يكون لك عينان في عقلك وفي قلبك تبصر بهما حقائق الأشياء وطبيعة المصالح والمفاسد. بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا؟ ديروا بالكم، ماشيين غرقانين فيها. شو هي؟ ادخلوا إلى عمقها ولا تنظروا إلى شكلها. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما يقولون لعبة سياسية، لعبة اقتصادية، لعبة اجتماعية، وهاي بقية اللعب، لعب الأطفال ولعب الشباب. كلها الدنيا لو شوفها لعبة، كلها لهو ولعب. بس ما في، مجرد حالة، حالة اللهو حالة طارئة، حالة اللعب حالة سريعة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، لأنها هي الخلود الذي لا فناء فيه والحياة التي لا موت فيها. لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإذا علموا عملوا، وإذا عملوا انفتحوا على الله، وكانت حياتهم انطلاقة من الله إليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والحمد لله رب العالمين.